متواجدين الآن في قسم نظم البرمجيات، ومعانا الجناح F63، ومعانا هذا المشروع المتميز، ومعانا الطالبة المبدعة. أهلا وسهلا، معكم لبنى برزنجي من إدارة تعليم المدينة. مشروعنا كان تحت إدارة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. فكرة المشروع عندنا إنه إحنا بنستخدم المشين ليرنينج أو تعلم الآلة عشان تسوي لي 3 أشياء. نبغى النوفلتي عندنا إنه نغطي تايم لاين كبير يعني يدمج لي كل شيء. فاللي سويناه إنه المشين ليرنينج حقتنا وي تريند إت أند تيستد عشان تسوي لي 3 أشياء. أول شيء حتسوي لي أناليسز للباست فاكتورز اللي كاز ديبريشن للباست كيسز، فكده غطت لي الماضي. بنفس الوقت حتسوي لي دايجنوزز للكرنت كيسز اوف ديبريشن، كمان غطت لي البريزنت أو الحاضر. بعد كده راح تسوي لي بريدكتنج لنيو كيسز اوف ديبريشن اللي هو الام دي دي الميجر ديبريسيف ديسوردر، كمان كده غطت لي الفيوتشر، فغطت لي كل التايم لاين اللي عندنا. استخدمنا الكلاسيفيكيشن الجوريثمز، وفي التستنج في طلعت لنا الاكيرسي 82%، ولسه الحمد لله بنطور. استخدمنا اللهم صل على محمد السبيتش ريكوجنيشن الايمج ريكوجنيشن، لسه بنطور فيه في الفيوتشر بلانز، وان شاء الله ربي يرزقنا ونتطور اكثر ان شاء الله. طيب الله يعطيك العافيه وما شاء الله متميزه. اهنيك انه مجالك في مجال نظم البرمجيات اللي تعتبر من المجالات الاكثر قبول في القرن 21. طبعا المجالات الجديده في القرن 21 اللي هي الامن السيبراني، نظم البرمجيات، أكيد. انترنت الاشياء وهذه الاشياء. أهنيك ما شاء الله على بحثك، وإن شاء الله بحثك يتطور يكون من البحوث اللي حتنتشر على مستوى المملكة وتحقق رواج، وفالكم التوفيق إن شاء الله. يعطيكم العافية، نورتونا.